يوم ديمقراطي بامتياز مضى في بلدة عين جار غرب حلب، لتصدر بعده أسماء الفائزين في انتخابات عضوية المجلس المحلي في بلدة عين جار. نتائج حددت أسماء 15 عضوا بينهم امرأة فازوا بالانتخابات المباشرة التي شهدت مشاركة واسعة من الأهالي. وأشرف على العملية الانتخابية كل من مديرية المجالس المحلية في محافظة حلب الحرة بالتنسيق مع وحدة المجالس المحلية ومكتب التنمية ومشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات، كما حضر العملية الانتخابية رئيس الحكومة المؤقتة جواد أبو حطب. الإدارة المحلية ولو إخوتنا أيضا بسجل المدني على هذه التجربة إن شاء الله ستكون باكورة تجاربنا في كل المناطق المحررة بإجراء انتخابات المجالس المحلية والبلديات حسب القانون 107، وبالتالي نستطيع أن نبني أول لبنة بالديمقراطية في سوريا. الشعب السوري هو من يختار من يقوده في الفترة القادمة. هذه التجربة ستعمم إن شاء الله غير المناطق، وايضا سيكون ان تجربه بالمستوى الاعلى هو المستوى البرلماني اللي هو من حقه يساوي دستور، هو من حقه يختار الحكومه. وسبق عمليه الانتخابات عمليه استصدار بطاقات الناخبين في البلده ممن اتم 18 من عمره، وجاءت مشاركتهم تحت شعار صوتك امانه.